فلوس يعني على ذاك، فما شكون اللي من المسؤولين اللي كانوا سابقين؟ ربي سامحها بنسلك سؤال. لا لا ما تسالني سؤال، انا خدم على روحه. لا حق والله ما فهمتش. لا العظيم مانيش فاهم. ما انت ما تعرفش. هذا انسان خدم على روحه. ما تعرفش العقليه في تونس انت سي صادق. انا متابعك باش نقول لك. مش نحكي عليك انت. نحكي على انسان خدم على روحه. قعد يستنى في المشغل نتاعه، ما هو مشغل نتاعه، ما عنده عقد بيناتهم ولا ما عنده بريستاسيون سيرفيس ولا نعطيك خدمه تخلصني سويردات. هذا هو ولا ماني صبرت عليك انا ولا باه. يعني قداش نقعد نصبر عليك؟ عندي صغار زاد وعندي عائله، مش انا حيدوسي، عنده صغار وعنده عائله وعنده دي زونجاجمون وغير حيدوسي. انا نحكيو بروفيسيونيل وغدو حمدي المرزوقي. صدق انا علاش نصبر عليك؟ حاجه انت لا اعطيني فلوس يا خويا، انا خرجت تاني. تحكي في حكايه، انت تحكي في حكايه غلط. علاش غلط؟ ما نعرفش نقول لك علاش. الحق هذاك اش يقول؟ مي نحن هوني في تونس نعيشوا هكا. شنو تخدم بلاش؟ وزيدك مع السبان بالفوق. اي خويا اي. وكان عجبك اي وكان سينو ما تعاودش تخدم. مي هذيك هي كورتنا. لا سامحني، وكي هو خرج، وكي واحد خرج حتى في خدمه حتى في شركه يا اخو سولدو تو كونت باش ينظف روحه. لا لا باش ينظف روحه. لا هذيك شركه نحن في تونس. معناها نحكي لك. همش نقول لك انت لاعبين، فما لاعبين، همش نفسر لك، فما لاعبين، فما جوارات، همش نعطيك انت ناحيه مدرب، فما جوارات يبناوا ابناء النادي ولا غير ابناء النادي، يلعبوا ومتصحوا في كونترا هذاك حق ولا عنده فلوس يمشي يشكي. كيفاش انت تمشي تشكي؟ صحيت انا ايش حبيت نقول لك؟ معناها اليوم نحن بالعكس يا حمدي ركز معايا، معناها اليوم الشق اللي رافض الحيدوسي في بنزرت مالغري اللي الحيدوسي في بنزرت في لي دوز اكسبيريونس الاخرين ما نحا مسقوط فوالا يا ما خلينا هذا هو الصحيح. نحكي نعمل الماتش نتفكر نحكي كورة ربح سي سي 2-1 نعلق كان على المباراة في صفاقس الحقيقة عمل ماتش كوريكت على الاخر في الليل في وسط الجمعة في الليل 6 تاع الليل تلعب تنذكروا بالكدا الماتش. حاب نفهم حاجة، توا سي الحيدوسي رجع اي كي رجع خاطر واش كابينة قبل على فلوسه اللي هي حقه معنا نرفضوه ونعملوا ضرب جوع ونسبوه ونسمعوه ما يكره. عندك مؤاخذات عليه كإنسان كذا تقعد تحكي انت وياه، اما انت جايبو لواش باش تتناسب انت وياه؟ عندكم عرس، عندكم زرده، كي مو فهمتي لي بون كونتمون لي بون زامي، نعطيك خدمه نمنعك مسقوط خلصي في سورداتي وفي الموضوع. اي واللي ما حبش يصدق يعني هو عنده الحق يقول لا، يعني في باش يقول لا يعني دون سونس اللي سي الحيدوسي يعني ما يجيش يترأس النادي بنزرت، يعني عنده هو مش يترأس هو مدرب، مدرب استغفر الله العظيم باش يدرب يعني المقاليد الفنيه. فوالا هل ترى هو عنده البوان نتاعو يعني قانونيا في النادي باش يعني باش يمنع المدرب حيدوسي يشد البنزرت؟ هذا السيد اللي عمل ضرب جوه الرئيس يعني السابق خاطر توا انت شكون جابو هو الحيدوسي؟ شكون جابو سي سير؟ سي امير جزيري. باهي انت سي امير الجزيري، انت كي باش تجيبو انت هذايا سيد هذايا اذا انت باش تاخذ بخاطره وما تجيبش الجزيري وبتاخذ بخاطر هذايا على اي اساس انت باش تقدم بالنادي البنزرتي؟ يا ولدي سي الحيدوسي مش دفاعا عنه، لا صاحبي لا اخويا، قعد ست شهور ما خلصش. لا هو 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 اللي قاعد تقول فيه انت خويا صدق ما يجب ان يكون صحيح. فوالا